إما نعيش على هذه الأرض أحرار أو نموت في باطنها أبرار. عام مضى على جريمة إعدام الشيخ نمر النمر، ولا زال دمه يكسر جبروت آل سعود وأتباعهم في البحرين. أخفى السعوديون جثمان شيخ الشهداء ظنا منهم بأنهم سيخفون الصدى الذي يتفجر في دروسه ومن تحت أقدامه التي لا تتزلزل، ولكن عمامته الثائرة وصوته الهادر لا زال يدوي في كل مكان، وإعصاره لم يبدأ بعد. الجريمة لم تدخل في رصيد آل سعود إلا المزيد من الخيبة والعار، فأزيز الرصاص لم ينفع في انتزاع الإرادة من أتباع الشيخ الشهيد، وكل المتسلقين والموالين للقتلة خابت أمانيهم بخلو الساحة من الرجال الصادقين الذين تجمعوا في شهامة الشيخ حسين الراضي وبقية الثابتين في الساحات والسجون، وهم يقولوا بأن الشيخ الشهيد لا زال أقوى من الأراجيف ومن السيافين الدواعش، وهو يزداد حضورا في النفوس والعقول في الداخل والخارج ليعطي الدرس الأصيل على أن القاتل لن يهنأ في يومه وفي نومه، وأن الصامتين والخانعين لن يكونوا إلا حيث ترمى اللعنات ويهلك الطغاة. أهلا وسهلا بمصارع الكرام، ولا طاعة للئام. بعد عام من الجريمة ارتقى الشيخ النمر ليكون رمزا عالميا للثورة والحرية، وكلماته أضحت مدرسة فريدة في النضال وقوة التحدي. ترسخت أقدام الشيخ النمر في كل جهة تلمع فيها أصوات الأحرار، وبات ميزانا يعرف به الأصلاء الأنقياء من المطبلين والباطلين، وقضيته رغم الخذلان والبهتان هي أقوى من أي وقت مضى، لأنها مصونة بدمه الزكي وبوصاياه التي كتبها داخل أقبية السجان وبمداد من البطولة والإباء. إحنا ما نقبل آل سعود حكم، ما نقبل، ونريد نزيلهم ونريد نسقطهم. هؤلاء ويزيد له نفس الطريقة، شنو يختلف آل سعود عن يزيد؟ عام يطوي صفحاته على أفظع جرائم آل سعود في هذا الزمان، ولكنهم يعلمون أن الهامة الثابتة التي هزمتهم رغم القيود والجراح هي اليوم أعلى وأشد بأساً، وهي الهامة التي تغرس كل يوم مسماراً جديداً في نعشهم الأسود، والفئة القليلة المؤمنة التي لا تزال تمسك بالجمرة التي هزمها الشيخ الشهيد هي الفئة التي تذكر الأقربين والأبعدين اليوم بأعظم معاني الصمود والإخلاص، وهي فئة تمنح القطيف أصالتها الحق وترفد البحرين بالعطاء الذي لا ينتهي، وتقول للعالم بأن النمر ما زال هنا، صوته لم يخمد وأنفاسه لا تموت وحكايته لم تبدأ حتى الساعة. نحن دائما وابدا نردد بالقتل، مو بالقمع فقط، بالقتل لا أبالي، أنا الشهيد التالي. وقضيتنا وقضية البحرين واحدة، ولذلك سيبقى هدفنا من أهدافنا الرئيسية هو إسقاط آل خليفة. يسقط حمد، يسقط حمد، يسقط حمد.